اكتشفت انه في حاجات كتيره لما بعملها بفتكر انه ايه ده، دي ماما هنا، دي انا بقيت ماما قوي. يعني دايما كانوا بيشبهوني ان انا شبه بابايا، بس ريسنتلي بقيت فعلا اتيتيود ماما، اللي هو حاجه بسطاني اصلا قوي. لو قعدنا كده دلوقتي وفضفضت انا وانت، ايه اكتر حاجه كنت بتعمليها وحشه وانت صغيره؟ الموز باللبن. الموز باللبن فاكره كنت متعوده دايما الصبح انا رايحه المدرسه ورايحه التمرين لازم اشرب موز باللبن، وانا مش بحب الموز باللبن ومش قادره اشرب موز باللبن، فبدي لمين؟ بدي لاختي، فكانت بتشرب موز باللبن بالعافيه، ولو هي مش عايزه تشرب الموز باللبن بتاعها وبتاعي بدلقه في التواليت. بصي في عيني كده قولي لي، بصي عشان انا بعرفك من عينيكي، مهما كدبتي اخر مره كدبتي عليا امتى؟ بصي تعالي. مش فاكره يا ماما بجد والله مش فاكره. هي الحقيقه انت بقالك تقريبا سنه كدبك قل بنسبه 80%، عشان بس تبقى عارفه ان انا ببقى عارفه. بس سنه قبلها بقى لا، شغاله 24 ساعه بتكذبي. ولما بكتب بتعملي ايه؟ انا بطنش بمزاجي ساعات وما بينلكيش ان انا عرفت، بس طبعا كنت بزعل. بكذب ولا بنسى؟ لا كنت بتكذبي. بكذب، مش عايزه تزعليني. يعني اقول لك على حاجات تعمليها في شكلك في شغلك مع اصحابك، فتقولي لي العكس وانا ببقى عارفه ان ده ما حصلش. اوكي، بس بقالك تقريبا السنه اللي فاتت دي لا. طيب على الكذب القديم بقى سوري. ماشي، بس ده ما يمنعش ان انا بكذب عليك كتير. بتكذبي عليا ماما؟ اه. في ايه بقى؟ بصي بكذب عليكي من باب ان انا ما بقاش عايزه ازعلك. لا بس انا ممكن اقول لك انت بتكذبي عليا في ايه؟ في ايه؟ وعارفه؟ ايوه. ايه؟ في الحلويات بتاعتي والشوكولاته اللي انا ببقى شايلاها وبتقولي لي شيليها من قدامي عشان ما اتخنش. شيليها في اوضتك وتخشي وتاكلي منها برضه. دي حقيقه. والبلح. والبلح باكل ما شاء الله الخطوط دي جايه من شهرين كل خد فيهم 2 كيلو بلح. فاكره اول مره مشيت فيها يا ماما؟ انتي كنت انا وانتي كنا في المانيا عايشين هناك، فانا وانتي بس في البيت، فانا كنت واقفه في المطبخ ونيمتك، وبعدين سمعت صوت فوقفت اتخضيت جدا. صوت رجلين. اه. ففضلت واقفه باسطه كده، هو في ايه؟ مين يعني؟ اخر لقيتك جايه عليا، فكان كان يوم يعني طبعا ما بنساهوش اكيد. كان في حاجه بقى معينه اتوحمتي عليها في حملي وكنت عايزه تاكليها وما لقيتيهاش وطلعت لي؟ كنت عايزه بلح احمر، بلح زغلول، فطلعت لها اتولدت هنا بين الحاجب بلحه، وطبعا بقيت حموت ان الوحمه دي هتقعد قد ايه. بس الدكتور ساعتها قال لي ما تقلقيش، هي بتيجي الصيف الحته دي عندها تحمر. ماما وصفيني في 3 كلمات انت شايفاني فيها. طيبه جدا، عكس ما ممكن حد يتخيل ان يعني انك انت جامده وكده. اطيب خلق، يعني طيبه جدا، مش بقول كده عشان انت بنتي لكن دي حقيقه، انت طيبه قلبك ابيض وصاحبك، بتعرفي مسؤوليه تشيلي مسؤوليه. يعني استحاله اقول لك على حاجه وابقى شاكه ولو 1% انك مش هتعمليها، زي ما بيقولوا كامل فوق تعمليها مظبوط جدا. شكرا. وحنينة جدا، يعني أحن حد في حياتي في الدنيا هي هند، بحس إن هي دلوقتي اللي بقت مامتي. يعني بحس إن كمية الحنان اللي أنا اديتها لها هند بتعوضني بيها دلوقتي. أوه تأثرتي يا ماما. حبيبتي ربنا يخليكي لي. حبيبتي. أوصفك أنا في 3 كلمات. حنينة جدا جدا، يعني حنية endless giver، اللي معاكي ليا مش ليكي بس. حبيبتي يا مامي. وبتحبي قوي قوي قوي، ودي اكتر حاجة بحبها فيكي انك علمتيني يعني ايه حب.
أكيد. أنا لو شفتك بتعيطي أكيد هعيط، بس هو لا أكيد أكيد يعني عيد الأم ما فيهوش، بس ما أعرفش ليه دايما يوم ما فيهوش دموع، في حاجات حلوة، في حاجات حلوة يا ماما. لا عيطيش يا ماما، مفيش عياط، ده عياط دي مشاعر غصب عنك. أيوة emotions it's okay it's okay. دي بقى طبعا تيبس مني لأي أم صغيرة لسه، أهم حاجة إن لو في ولاد يعني عدم التفرقة في المشاعر دي مهمة جدا، لأن بتخلي الولاد بعد كده يحبوا بعض. وفي حاجة مبدئين في حياتي ودايما بقولهم وعن تجربة، أولا مفيش حد ما عندوش حاجة ربنا مديها له بتميز بيها عن غيره، فدور الأم إنها تدور ما تستسلمش. كل سنة كل أم بخير وطيبة من النساجون الشرقيين. كل سنة وكل أم طيبة، وأنا بشكر النساجون الشرقيون إن هم ادوني الفرصة إن أنا أعمل الانترفيو.